FM. الكل ملك. مرحبا بكم الناس كل في الكابريز كل عام وطال. تم غريب في الاستوديو سمح صدق ما خرج عاش. نعم نطلع على اهم العناوين. نبداو بجريدة الصحافة في الصفحة 21. رائد فضاء نسيت شكل العيش على الارض بعد قضاء 216 يوم خارج الكوكب. اي صح يعني هذا حتى الرقم القياسي وعاش 216 يوم خارج كوكب الارض. انا حبيت نساله شفت ياسين ابراهيم غادي خرج بالحق نحسه مش عايش معنا السيد فيما نتحدث عن رهن ملعب رادز جريده الرهان في صفحه 13 قتلك محطات الحافلات في اليابان على شكل فاكهة. في اليابان عملوا محطات تاع كيران شكل فاكهة ولا شكل خضرة. تصور كان عملوا في تونس شكل يكون ما قلت شيء سلطة خضرة به. نمشي والجريدة التونسية صفحة 9 ورق العنب لصحة القلب وتعزيز مناعة الجسم. قالك ورق العنب به لتعزيز صحة القلب وتعزيز مناعة الجسم. أنا نقول كان شوفوا العنب قدش به للجاذبية حس انت في بلاستك وظل في بلاستها واحدة اخرى. نمشيوا للمغرب في صفحة 15 نحو المبادرة بتصدير الألبان ومنتوجات الدواجن لروسيا. بشغلي نصدروا البن والدواجن لروسيا اما شخص الكونتر بارتيا بعثونا للحم بتاعهم بمال دي تو. اخر اخبار اللي هو قالك اختبار دم مبتكر ينبأ بمرض السكر قبل الإصابة به بعشر عوام. فالصريح صفحة 15 قال كنت حب ثم اختبار تعمله تعرف قبل بعشر سنين مش تمرض بالسكر ولا دولي في تونس نعملوه وتعرف مش تمرض بالسكر ولا دوب ما تعرس. انت والمرأة اللي باش تاخوها ناسحة دونك كانت هذه الكابريسيون راضين على ايه الولاد كابا فان الكل ملك.